من أول آدم كان كل شخص بيموت، سواء صالح أو شرير، بيروح على الهوية لحد ما جه يسوع واتصلب. يا أبتاه، في يديك أستودع روحي. ازاي ده حصل؟ ازاي؟ ده هو اللي مات على الصليب. كل تعبنا ده راح، كل الخطط اللي فضلنا نشتغل عليها سنين في لحظة كده خربت. انا كان في ايدي كل بني ادم في العالم وتحت سلطاني، كله كان ملكي انا وتحت ايدي. انا فضلت اقولك ان ده هو، بس انت ما صدقتنيش. قلت لك اعمل حاجة. ده انا اللي بنفسي حطيت الفكرة اليهوذا اللي هيسلمه. ما كنتش اعرف اني بجيب اجلي بيدي. يا قد المصيبة، يا قد المصيبة. صعب قوي، صعب قوي كنت اصدق ان ده هو. اصل الوحيد اللي يقدر يعمل كده مفيش غيره. بس ده مش هنا، مكانه مش عند الرجلين بيغسلها، ده فوق، فوق قوي، مليان مجد وعظمة وبهاء. ده لكان ليه مكان يسند في راسه، وكمان كان متعري وبيتضرب. ازاي؟ ازاي يسيب كل اللي هو فيه ده وينزل ويعيش بالمنظر ده؟ عملوا ايه دول؟ عملوا ايه دول عشان يحبهم كده؟ ازاي ياخد مكانهم؟ ازاي يعني؟ طيب بص، احنا معانا شوية ناس كويسين يعني قبضين عليهم من اول الخليقة لحد اخر واحد جالنا، نحافظ عليهم وكفاية علينا كده. صح، اقفلوا الابواب النحاس، حطوا عوارض من حديد، اربطوا الناس دي كويس بالسلاسل. دول بتوعي انا، ملكي انا. افتحوا أيها الملوك وأبوابكم، وارتفعي أيتها الأبواب الدهرية. افتحوا أيها الملوك.